مشاهدي الكرام، عودة إلى المشهد اليمني بعدما أعلنت الإمارات وقف العمليات العسكرية مؤقتا لمنح الفرصة أمام إنجاح جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث لإقناع الحوثيين بانسحاب غير مشروط من المدينة ومينائها. ينضم إلينا الصحفي المتخصص في الشؤون العربية العزب الطيب الطاهر. سيد الطاهر، أهلا بك. ربما ما بين ما أعلنته الإمارات بتعليق العمليات العسكرية في الحديدة بشكل مؤقت دعما لمحاولات المبعوث الأممي جريفيث في الوصول إلى حلول ربما تبدو دبلوماسية أو سياسية، وعلى الجانب الآخر هناك ميليشيات الحوثي تقوم بحفر الخنادق وبناء السواتر وتنظيم الصفوف في الحديدة وبلدات أخرى، ثم أيضا التحالف العربي يؤكد منذ ساعات أنه لن يقبل بأي تسوية سياسية دون خروج الحوثيين ودون أي مقابل. ما هو التفسير لهذا المشهد ربما الذي يبدو متضاربا بشكل أو بآخر؟ أولا أنا أخشى من أن يستغل الحوثيون بالفعل هذا التطور من قبل الإمارات بتعليق العمليات العسكرية في ترسيخ حضورهم العسكري في الحديدة، وكما ذكرت أنت في مقدمتك حفر الخنادق وتوسيع وتكثيف الانتشار العسكري، بل وكما دأب على مدى الأيام الماضية استغلال البشر أو سكان المدينة كدروع بشرية لمنع أي هجوم، وهو بالفعل ما أحال دون تطوير الهجوم من قبل القوات الشرعية والمقاومة الوطنية بدعم التحالف العربي في الحديدة بعد أن تم السيطرة الكاملة على مطار الحديدة. كان من المفترض وفق المخطط أن يتم إنجاز مهمة تحرير ميناء الحديدة والسيطرة على باقي المدينة خلال فترة وجيزة، ولكن هذه المعطيات على الأرض جعلت التحالف والشرعية اليمنية تحد أو تقلص من عملياتها نوعا ما حتى لا تؤثر بالسلب على أوضاع المدنيين، وهو المطلب الذي تحركت باتجاهه القوى الغربية أمريكا وأوروبا وغيرها، ورأينا ضغوطا تمارس على التحالف العربي وعلى الحكومة الشرعية في هذا السياق، والإمارات استجابت. ولكن هناك في المنظور الاستراتيجي العام أنا في تقدير وفق قراءتي هناك قرار سياسي سواء من قبل الشرعية أو من التحالف العربي بأن حان وقت تحرير الحديدة حتى يمكن كسر ظهر أو الدعم الرئيس للحوثيين وهو ميناء الحديدة الذي يتلقون منه الدعم والإسناد من قبل الإيرانيين وأطراف أخرى في الإقليم وغيرها. وبالتالي لكن هناك مرونة في تنفيذ هذا القرار، وفضلا عن محاولة كسب الرأي العام الدولي وكسب المنظمات الدولية عندما يتم الإعلان عن هذا التطور تزامنا مع الرغبة في إيجاد فرصة أمام مبادرات الأمين المبعوث الدولي الجديد في صنعاء في اليمن لحتى يمكن محاولة الدخول أو البدء على سكة الحل السياسي. ولاحظ أن قرقاش الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أعلن أكثر من مرة أن هدف الهجوم على الحديدة ومحاولة والسعي تحريرها هو لإجبار الحوثيين على الانخراط في حوار سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، ولكن يبدو أن الحوثيين لم ينضجوا بعد باتجاه هذا الحل وسيظلون يراوغون خلال الفترة المقبلة ويستغلوا هذا التطور استغلالا سلبيا لمصلحتهم. سيد طاهر، ننتقل إلى يعني شق آخر في الموضوع اليمني وهو الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أن هناك تحالف دعم الشرعية أعلن أن في 7 سفن موجودة في ميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، وهناك 7 سفن أخرى يعني تستعد لدخول الميناء. كل هذا لم يتم العمل به ومن خلاله، وبالتالي هناك بجانب أزمة الدروع البشرية هناك أزمة إنسانية تتعلق بالغذاء والمساعدات الغذائية والإنسانية. بالتأكيد هي أزمة متفاقمة،
الأزمة الإنسانية في اليمن، ليس في الحديدة فقط ولكن في معظم أنحاء اليمن، سواء في المناطق التي تخضع للشرعية أو لكنها تزداد سوءا وتفاقما في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين. ولاحظ أن وجود الحوثيين وسيطرتهم على ميناء الحديدة هو الذي يحول دون تفريغ السفن الموجودة في الميناء، نعم، ولا يسمح بدخول السفن الأخرى المحملة بالمساعدات، لأن هناك الحوثيين يريدون أن يقولوا للعالم أنهم موجودون هنا وأنه لا يمكن إيجاد حل إلا بموافقتهم. ومن هنا نجد إلحاحا من التحالف العربي ومن الشرعية بأن الحل السياسي لن يبدأ إلا بانسحاب الحوثيين من الحديدة. وأظن أن ذلك مطلب فدعناه استراتيجي لكنه إنساني، لأن انسحاب الحوثيين سلميا وبدون الدخول في معارك عسكرية سيكون أمرا مفيدا للمدنيين، وسيقلص إلى حد كبير من الخسائر على الصعيد البشري، بل وعلى صعيد البنية التحتية في الحديدة، سواء الميناء، المطار وغيرها من المرافق. ومن ثم على المجتمع الدولي الذي مارس ضغوطا باتجاه الشرعية والتحالف العربي ليحد من تطوير هجومي على الحديدة، أن يمارس بالدرجة الأولى ضغوطا على الحوثيين لينسحبوا من الميناء ومن المدينة، فضلا عن أن يسمحوا بدخول السفن المحملة بالمساعدات التي يمكن أن تساهم نسبيا في القضاء أو في تهدئة الأزمة الإنسانية. نحن أمام معضلة صعبة، الطرف الرئيسي فيها الحوثيون الذين كما ذكرت يراوغون ويراهنون على دعم من هنا أو من هناك، وبالذات من قبل إيران، نعم، فضلا عن لا أدري لهم تأثيرات على أوروبا والغرب يجعل هؤلاء تجعل هذه الأطراف الدولية ترفض تقديم الدعم للشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية على النحو الذي يرضي كل اليمنيين. على ذكر إيران، يعني سيد طاهر، هناك اليوم أطلق صاروخ فلسطيني تجاه مواقع القوات المشتركة، ونصل إلى الوضع في إيران حاليا الداخلي والدولي، خاصة في ظل أزمة اقتصادية يشهدها الشارع الإيراني. هل تؤثر هذه الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية من خلال مواقف دول زي أمريكا تجاه إيران، ومن خلال أيضا موضوع البترول وكيفية يعني ترامب يعني أشار إلى أنه الدول الأوروبية يعني ربما أشار إلى أنها من الممكن ألا تستقبل البترول الإيراني، كل هذه الأزمات ما تأثيرها على الموقف الإيراني تجاه الأزمة اليمنية خاصة مع حليفهم الحوثيين؟ يعني دعنا أقول بوضوح أن السلطة الحاكمة في إيران لا تلقي اعتبارا لمشروع تصدير الثورة فيما يتعلق بتداعيات الأزمات سواء داخلية أو الضغوط الخارجية من عقوبات أو تهديدات بسحب الشركات الغربية من المستثمرة في إيران. هناك البعد الأيديولوجي القاطع هو المهيمن على القرار في إيران، والسلطة الإيرانية الراهنة أو السلطة الحالية في إيران يهمها أن تحظى بوجود أو تكثيف حضورها ووجودها السياسي والعسكري والمذهبي، أنا أقول المذهب بين قوسين، في المنطقة وبالذات في اليمن، وكما رأينا في العراق وكما رأينا في لبنان من قبل منذ تسعينات القرن الماضي، وفي سوريا كما هو واضح. وبالتالي لن تؤثر في تقديري هذه المعطيات على القرار الإيراني فيما يتعلق بالوضع في اليمن أو غيرها، بل قد يستغلوا هذه الضغوطات لإشعال المزيد من النيران سواء في الأزمة اليمنية أو في العراق أو في سوريا أو في لبنان. ورأينا العراق حتى الآن يراوح مكانه
لا غير قادر على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، لأن الانتخابات أفرزت قوى مناوئة نوعا ما لإيران في المراتب الأولى، وهي قوى مقتدى الصدر ثم الذين تحالفوا معه، وبالتالي ستضغط إيران بهذا الاتجاه حتى تقول للعالم أنها تملك القرار في المنطقة وتستخدم هذا الوضع للتأثير على معطيات التعامل معها من قبل الضغوط الأمريكية والأوروبية إن حدثت في الفترة القادمة. اسمح لي يا سيد طاهر بسؤال أخير. اليمن دولة يعني عضو في جامعة الدول العربية، لا نجد يعني اتجاها لحلحلة الأمر عربيا اتجاه هذه الأزمة. البعض يقول إن القوى الموجودة من القوات المشتركة ودعم الشرعية هي قوى يعني لها ثقل داخل الجامعة العربية، وبالتالي الجامعة قد تبدو أنها يعني تغض الطرف قليلا عن التدخل الذي يؤدي ربما إلى المشاركة في الحل وليس الحل. لا دعني يعني أقول لك بوضوح، الجامعة العربية وأنا شخصيا سألت هذا السؤال لأكثر من مسؤول في الجامعة العربية بما فيه من الأمين العام أحمد أبو الغيط، الموقف لدى الجامعة العربية هو مع الشرعية، هو مع التحالف العربي، هو مع حل سياسي يعطي لكل القوى السياسية وكل المكونات السياسية في اليمن بما فيهم الحوثيون لأن يكونوا جزءا من منظومة السلطة في المستقبل، ولكن في الوقت نفسه رفض كامل تدخل الإيراني وأطراف الأخرى. لكن في الوقت في الآن ذاته الجامعة تدعم جهود دول مجلس التعاون الخليجي والتعاون العربي، لأن هناك من البداية مبادرة خليجية لإنهاء الوضع في اليمن والتي أثمرت بالفعل نتائج على الأرض، كانت أن تفضي إلى 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 حلحلة الأمور في اليمن قبل 3 سنوات، ولكن الحوثيين عندما رأوا أن الأمور ستخرج من سيطرتهم بادروا بالانقلاب على الشرعية والسيطرة على مفاصل الدولة اليمنية، ومن ثم تدخلت الأمور. ولكن الموقف الجامعة العربية هو موقف منحاز تماما إلى الشرعية إلى التحالف العربي. وصلت الفكرة سيد طاهر، أشكرك شكرا جزيلا. المتخصص في الشؤون العربية الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر كان معنا معلقا على الأزمة اليمنية وتطوراتها.